أكد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب في تصريحات للتلفزيون المصري أنه مضى أكثر من 46 عاما على قانون الأحزاب، مشيرا إلى أنه تم مناقشة تفعيل دور الأحزاب السياسية على أرض الواقع. نناقش أكثر من قضية، القضية الأولى هي عملية تفعيل دور الأحزاب السياسية على أرض الواقع، هل هي مشكلتها مشكلة موارد؟ فلابد أن يعاد النظر في تمويل أو مساعدة الدولة لدعم الأحزاب، لأن في طبعا عليها نفقات كبيرة، وإحنا مش عايزين يبقى الأحزاب قاصرة على رجال الأعمال والآخر، ولكن لكل أطياف المجتمع المصري. الأمر الثاني بنتكلم على الحوكمة، طبعا الأحزاب السياسية فيها حوكمة عن طريق جهاز المركزي للمحاسبات، عايزين نعدد أنشطة الأحزاب السياسية، عايزين نعيد الأحزاب السياسية لكل نشاطها السياسي هو المقدمة وليس النشاط الخدمي، لأن النشاط الخدمي دايما تبقى الجامعات الأهلية. ايضا بنأكد على يعني اهميه استمرار لجنه شؤون الاحزاب وان تكون لجنه قضائيه كما هي، بس نقويها، نزود عددها، نزود امكانياتها حتى تستطيع ان تقوم بهذا العمل المهم. احنا طبعا النهارده قضيه الدمج بنقول والله في العالم كله دايما بيبقى دايما احزاب يمين، احزاب يسار، احزاب وسط، احنا بنقول لا، ممكن احزاب يمين، احزاب وسط، احزاب يسار، احزاب يمين الوسط، احزاب يسار الوسط.